Mozza هو واحد لو ريستوران ايطاليان اللي كاين في الكارتي دو مارس وبالضبط في نيميرو 83 زنقة روم. مشينا اليوم نجربو الفطور في الريستوران موتزا. بوفي فطور اللي الثمن ديالو 180 درهم فقط. الصراحة اول حاجة اتيغاتني هي لا ديكوراسيون، لي فلور و لي كولور اللي مستعملين كيخليوك تحس بالراحة. نبداو البوفي ديالنا. كاين الحريرة بيان سور و الكوتي ماروكان اللي فيه الحرشة، رغايف، سلو، شباكية، البريوات، البغرير والفقاس والغريبة حتى هي. كاين اوسي لي برغر، البطبوط معمر و لي سالاد على الانواع والاشكال. البوفيت سوشي حتى هو كان، و لي سوشي كرو و لي سوشي فري و لي ماكي. بالنسبة لي بلان كان ان غران شوا، وهذا في الصراحة كان مون كود كور. Les minces de viande, champignons, la crème fraîche. Les spaghetti tagliatelle, tant ma canou hadrin. Kenin, de la sauce blanche ou la sauce tomate. Ken aussi les filets de poulet crispy. Ou mensaouch la lasagne, la sauce tomate ou le fromage, les kent, les dida. Benisbal toajin, kentajin, blkta. والطاجين بالبولي والزيتون الحامض مسير. بالنسبة للي ديسار كان ان غران شوا، لي فيرين بلي فروي، الكريم تشيز، الباناكوتا، ومنساوش حتى لي كيك ولي تارت بلي فروي، وحتى لي شو فارسي بلا كريم منساوهمش. بالنسبة للعصير كان العصير طبيعي ناتوريل ديجا في، وكان اتاي. وما ننساوش نشكروا البيرسونيل اللي كان تريز اكويون. نخليكم تستمتعوا بلا بيل ديكوراسيون ديال الريستوران موتزا، وما تنساوش تابوناو لاشين ديالي، تاكتيفيو لا كلوش وديروا جيم باش يوصلوكم كاع لي ريستوران اللي كاينين في الدار البيضاء وتعرفوا احسن الاطباق ديالهم. والى اللقاء مع فطور واحد اخر في ريستوران واحد اخر.